السلام عليكم. من بعد يا اصدقاء قمنا بعمل لكم مقطع عن محاكي ماي بي اس بي الجديد على البلاي ستور. اليوم معنا تجربة كاملة للالعاب عليه والاداء الرهيب الخاص به سنجربه معا يا اصدقاء. فلا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله ويا الله بنا لهذه التجربة العملاقة. معنا سنجرب الان محاكي ماي بي اس بي وسنجرب عليه افضل الالعاب: لعبة جود اوف وار، لعبة دبليو دبليو اي للمصارعة، لعبة دراغون بول، ولعبة جراند ليبرتي سيتي. على العموم سنجرب معا اول لعبة وهي لعبة جود اوف وار يا اصدقاء. وايضا الاعدادات الخاصة بهذا المحاكي تضغط على سيتينج، يمكنك اضافة هذه الازرار ايضا، نقوم باختيارها على هذا الشكل. ويمكنك اختيار أزرار تحكم مثلا هنا تتحكم. فصراحة المميز في هذا المحاكي الجديد على أنه نعم أول شيء نقوم بالضغط هنا، أين هو نعم للأسف هذه الإعدادات يا أصدقاء لا كما قلت لكم ليس هناك، لا يمكنك مثلا التحكم في الشاشة. على العموم يا أصدقاء لا يهم ذلك، سنجرب معنا الآن الجيم بلاي الخاص بلعبة God of War تجربة لهذا المحاكي وننظر ماذا سيحصل الآن. الآن سننظروا معنا، الآن سنقوم بتجربة لكم اللعبة، شاهدوا معنا يا أصدقاء صراحة شيء رهيب جدا. نعم نحن قمنا بقتل هؤلاء الأشخاص، هيا نتقدم. صراحة الأداء أفضل من محاكي ماي بلاي ستيشن 2. انظروا معنا، نعم ماذا الآن؟ يجب علينا أن نفتح هذا الباب. على العموم نأتي إلى هنا، على هذا الشكل يا أصدقاء. نضغط هنا، نستعرض لكم المزيد من الجيم بلاي. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الخرافي. فعلى العموم هذه اللعبة الأولى، هيا سننتقل الآن نجرب معكم اللعبة الثانية على سبيل المثال، وهي لعبة جراند ليبرتي سيتي من روك ستار جيمز. أيضا نقوم بتجربتها في هذا المقطع، ننتظر حتى تدخل معنا اللعبة لنقوم بعمل لكم تجربة رائعة جدا. فكما تشاهدون معنا على بركة الله ننتظر. فصراحة الأداء الخاص بهذا المحاكي رهيب جدا. هيا نقوم بالضغط على تخطي وننتظر حتى نقوم بتجربة لكم هذه الألعاب الرائعة. هيا نقوم بالصعود إلى السيارة، يا سلام، نقوم بنقص الصوت من أجل لأن على ما أعتقد هناك موسيقى. شاهدوا معنا الأداء أيضا فصراحة بشكل أفضل وشكل رهيب. يعني مثلا يمكنك تجربة من خلال هذا المحاكي ألعاب رهيبة جدا. وما أعجبني صراحة حتى التحكم، فهو تحكم سلس، ليس هناك تحكم صعب أو شيء ما من هذا القبيل. فعلى العموم هيا نتقدم على هذا الشكل، أين هو، نقوم بالدخول من هذا المكان، نأتي إلى هذا المكان. هذا المستوى مثل المستوى المتواجد على جراند 3 أيضا، يعطونك المنزل أول مرة ويجب عليك أن تقوم بعمل مهمات. فمثلا نحن نقوم باستكشاف لكم المدينة عوض أن نقوم بلعب في المهمات. فكما تشاهدون معنا نقوم بأخذ سيارات، نعم كيف تقوم بالتشاجر،
انظروا معنا. صراحة الأداء رهيب جدا، الأداء يا أصدقاء رهيب. نعم هي هي بسرعة 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 السيارة. نعم على هذا الشكل نقوم بأخذ هذه السيارة ونتقدم لنستعرض لكم بعض من الجيم بلاي في هذه المدينة الرائعة فكما تشاهدون. نعم هنا تتحكم في الراديو، أوه نحن نقوم بعمل أوف للراديو من أجل زيادة الصوت والاستمتاع بصوت اللعبة أيضا الخاص بنا فكما تشاهدون. شاهدوا معنا يا أصدقاء. على العموم هذه اللعبة الثانية، هيا يا أصدقاء سنقوم بعمل لكم تجربة للعبة ثالثة، مثلا لعبة المصارعة الحرة WWE فكما تشاهدون. نقوم بتجربتها معا في هذا الجيم بلاي وفي هذا المقطع لتجربة لألعاب الماي بي اس بي الجديد الذي تم إطلاقه على جوجل بلاي ستور. على العموم نضغط هنا، نقوم باختيار هنا على اوكي. هذه اللعبة للمصارعة فهي لسنة 2011. على العموم نقوم باختيار يس. نعم انظروا معنا هي تدخل معنا اللعبة يا اصدقاء. نعم بسرعة نستعرض الجيم بلاي للاصدقاء. انظروا معنا الواجهة الخاصة بها رهيبة جدا. نضغط على ستارت، نضغط على بلاي وان فيس وان، نختار نورمال ماتش. الان نختار الشخصية التي نريدها فكما تشاهدون. على العموم نختار هنا، نختار هناك انظر معنا جون سينا، يعني الشخصيات المعروفة جدا. نختار مثلا نعم هذا الشخصية، ونختار مثلا نعم نختار ضد جون سينا فكما تشاهدون، ونستعرض لكم بعض من الجيم بلاي الرهيب للعبة المصارعة الحرة. ها نضغط على بلاي وتختار يعني التشكيل يعني التحكم وكل الاشياء فكما تشاهدون. شاهدوا معنا هناك اشياء رهيبة جدا. يا سلام يا سلام، انظروا معنا الى الجرافيكس بشكل رهيب. سنجرب هذه اللعبة يا اصدقاء معا بسرعة. هما يدخلون الى ارضية الملعب. شاهدوا معنا. يجب عليك ان تختار كيف تقوم بالتحكم فكما تشاهدون. يجب علينا ان نضغط على بعض الازرار من اجل ان لا يغلبنا فكما تشاهدون. مثلا هنا يقول لك انظروا معنا، هيا اضرب ماذا تفعل. على العموم يعني هذه التجربة الاخرى نعم لماذا. انظروا معنا ماذا نفعل له الان. أوي الآن قمنا بعمل شيء رائع. على هذا الشكل، على هذا الشكل. هيا انزل. الآن يا أصدقاء هيا نقوم بالرجوع. وما زالت معنا اللعبة الأخيرة وهي لعبة لدراغون بول أيضا، سنستعرضها لكم ونجربها معا في هذا المقطع يا أصدقاء. فالآن يا أصدقاء نقوم باختيار شخصية ما على سبيل المثال. اخترنا دراغون بول وهناك هذه اللعبة فيها الكثير من الأشياء. هيا نقوم بتجربة لكم اللعبة. على هذا الشكل. انظروا معنا ماذا نفعل له. انظروا معنا.
أي على هذا الشكل. على العموم يا أصدقاء، هذا هو المقطع الخاص بنا، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، فدمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.